صباح النور، مرحبا بكم في هذه الحلقة. هذه الحلقة بعنوان تصنيع وتحضير مادة الجليكونيك أسيد. الجليكونيك أسيد بالفرنسية لاسيد جليكونيك، إذا باللغة العربية يعني حمض الغلوكونيك، هكذا حمض الغلوكونيك، هذه هي صيغته C6H12O7. هذا ليس حذري، ليس الجليكوليك وليس الجليكورونيك من صيغته تعرفه. إذا هذا هو المحلول الجليكونيك أسيد، سوف نصنعه، نتحصل على نفس اللون برتقالي. هذا أيضا عينة أخرى، هذه عينة أخرى أيضا. إذا هذه هي البنية الكيميائية الجليكونيك أسيد، هكذا هو نفسه الديكستروز. الديكستروز فيه ألديهايد فانكشن COH، هذيك COH نؤكسدها فتصبح COOH. لاحظ على اليسار الجزيء هذا، لاحظ عندنا COOH. إذن الجليكونيك أسيد هو كربوكسيليك أسيد، هذا عينة أخرى مقلوبة من اليسار لليمين. عندنا هذا أيضا نفس الشيء هكذا. ما هو هذا؟ هو عبارة عن غلوكوز ديكستروز. الديكستروز هو الديجلوكوز هكذا، الديكستروز هو سكر ديكستروز، هو الاسم الثاني للديجلوكوز هذا. إذن هو ديكستروز مؤكسد، نفسه ديكستروز مؤكسد. إذن هو الديكستروز ما هو؟ C6H12O6 فقط، نضيف له أكسجين واحدة تصبح O7. المهم هذا لماذا نستعمله؟ هذا كمادة أولية، نستطيع سوف نصنع به كل هذه المواد التالية. إذن الصوديوم جليكونيت نستعمله في مرض تسمم الحمل كمصدر للطاقة، كابر جليكونيت كمصدر للنحاس التجريع وعلى ما أظن أيضا حقن، عندك الكوبالت جليكونيت تجريع فقط لأنه الكوبالت حالة خاصة بالنسبة للأغنام، الأيرون الفيروس جليكونيت كيباع في عند يأكله الإنسان الحيوان، نعالج به أنيميا نقص الحديد، الفقر الدم بسبب نقص الحديد، الكالسيوم جليكونيت يعرفه البياطرة هكا نعالج به المرض حمى اللبن، والمغنيسيوم جليكونيت أيضا نعالج به تكزز المراعي. إذا نبدأ، إذا عدنا الديكستروز الديجلوكوز، إذا C6H12O6 زائد الهيدروجين بيروكسيد، إذا في هذه سوف نؤكسد الديكستروز عن طريق الهيدروجين بيروكسيد. الشركة يعني هذه طريقة ثانية أساسا، الشركة العالمية يعني التي تصنع الجليكونيك أسيد تقوم بأكسدة الجلوكوز عن طريق البرومين غاز هكا بR2، هو مادة مؤكسدة. إذا فيعطي لك الجليكونيك أسيد C6H12O7 زائد الماء كناتج ثانوي. إذا الهيدروجين بيروكسيد مادة مؤكسدة، إذا هي تؤكسد لك الجلوكوز فيصبح الديكستروز فيصبح الجليكونيك أسيد، وهي ترجع عملية تضحية يعني، فهي يحدث لها ريدكشن فتصبح ماء. إذا مثلا 25 غرام جلوكو ديكستروز زائد 4.72 غرام هيدروجين بيروكسيد يعطي لك 27.22 غرام جليكونيك أسيد، وزائد 2.5 ماء كناتج ثانوي هكذا. سوف أقول لكم لماذا بالضبط 25، لأنها حالة خاصة بي. 150 غرام ديكستروز زائد 28.32 غرام هيدروجين بيروكسيد، بما أنه 150 هي 6 أضعاف 25، إذا هذه القيم كلها ضربها في 6 وحطها هنا، فتعطي لك 163.32 غرام جليكونيك أسيد زائد 15 غرام ماء هكذا. لاحظ 15 غرام هي 6 أضعاف 2.5. لماذا بالضبط 25 و120؟ من الديكستروز يبيع جملة في الجزائر، ولكن جملة فقط، يعني سعر الجملة ليس المشكل في السعر، وإنما يأتي أكياس 25 كيلوغرام فما فوق، وأنا فقط أحتاج، أنا مطور لست يعني تاجر، يعني لسنا في الصناعة في الإنتاج حيث أشتري كمية ضخمة، كمية تجارية، أحتاج فقط في كل مرة يعني كيلو 2 كيلو، وبالتجزئة لم أجد. الكثير أغلبهم يبيعونه جملة. المهم تحيلت على الموضوع، ماذا استعملت؟ هذه كلكم تعرفونها، هذه المصل نصف لتر نصف لتر، مصل الحلو يعني المصل الجلوكوز هذا
هذا السيروم، السيروم نصف لتر نصف لتر، هذا هما كاتبين جلوكوز ولكن هو ديكستروز. بعض الشركات تكتب ديكستروز وبعض الشركات تكتب جلوكوز، ولكن انت افهم منه انه الديكستروز الذي هو الديجلوكوز. هذا 5%، 5% بمعنى في كل لتر 50 غرام، اذا هذا نصف لتر، اذا هذا 55 غرام، عفوا 25 غرام ديكستروز، هكذا لهذا استعملت هذه. و150 غرام هي من اجل هذه ايضا ديجلوكوز، يعني ديكستروز 30%، هذا بصعوبه حتى وجدته، بحثت وبحثت وبحثت حتى وجدته، ويوجد ال 50%، هذه كلها يعني هي انت لم انت لا انت لا هي لم تصنع، لم تتم هندستها من اجل انها تستعمل بهذه الطريقه. نعلم يعني السيروم حقنها كمصدر للطاقه، ولكن انا اقوم بانحراف في الاستعمال، لهذا هي غاليه الثمن. لاحظ 30% بمعنى في كل لتر 300 غرام، بمعنى نصف لتر 150 غرام، 150 غرام، 150 غرام بسعر تقريبا دولارين امريكيين، 250 دينار جزائري. 250 دينار جزائري تستطيع شراء بها تقريبا كيلوغرام سعر التجزئه، او اذا ضعفها 500 دينار جزائري كيلوغرام تجزئه، هكذا. ولكن انا لم اجده يعني ديكستروز مسحوق، المسحوق ابيض، ديكستروز مونوهيدريت او الانهيدريوس، في الجزائر مشهور بزاف المونوهيدريت، نفس الشيء يعني. المهم عندي الماده المؤكسده، الماده المؤكسده هي الهيدروجين بيروكسيد 10 في، لاحظ التركيز 10 في على الشرف فوليومتريك، يعني 3% تقريبا، هذا التحويل من الانترنت يعني. اذا عندي محلول الهيدروجين بيروكسيد 10 في، يعني 3% وزن على حجم، يعني كل 100 مللتر من هذا المحلول الماده المؤكسده فيها 3 غرام. اذا في المره الاولى مع ال 25 غرام احتاج 4.72 غرام، اضعها هنا تحت 3 غرام، ويقابلها المجهول اكس، اكس يساوي 4.72 ضرب 100 تقسيم 3، اجد 157.3 تقريبا 160 مللتر. اذا سوف اخذ 160 مللتر من هذا المحلول هيدروجين بيروكسيد 3% وامزجه مع هذه الكميه كلها، هكا افتح هذه صعبه الفتح يعني، مغلقه باحكام، افتحها بهذا المقص هذا واضعها في هذا القاروره، يجب ان تكون من الزجاج لانه يجب ان اسخن في حمام مائي، سوف نرى شروط التفاعل. اما الحاله الثانيه 150 غرام، مع هذه كم اضيف؟ يجب ان اضيف الهيدروجين بيروكسيد، اذا 28.32 غرام، نفس الشيء القاعده الثلاثيه. إذا كل 100 مللتر يقابلها 3 غرام، 28.32 غرام تحت 3 غرام يقابلها المجهول Y، هكذا استعملنا المجهول X، نغير من أجل يعني لا يحدث اللبس، لا يحدث الاختلاط فقط يعني. المجهول Y يساوي 28.32 ضرب 100 تقسيم 3، هذه تسمى القاعدة الثلاثية، يعطي لك بالآلة الحاسبه 944 مللتر، هذه تقريبا لتر كامل. إذا أفرغ هذه هكذا، أفتحها أيضا بهذا المقص وافرغها كامل في هذا القاروره، ومعها لتر كامل من هذا تقريبا 944، هذا اذا 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 كفتني يعني، هذه ساعات الواحد لتر لا تكفي يعني، تقريبا هذه لتر ونص، هكا لتر ونص. اذا يجب ان اقسم العمليه على مرحلتين، هكذا نصف الحجم من ونصف الحجم من، لانهما متجانسين يعني، المحلولين المتجانسين. إذا أردت التسريع، إذا أردت تحسين التفاعل، تسريع التفاعل، أستطيع أن أستعمل كاتاليزر. ما معنى الكاتاليزر؟ الكاتاليزر هو عامل لا يدخل في التفاعل، لا نراه مع النواتج يعني، ولكن يسرع التفاعل، أو بدونه لا يكون التفاعل، على حسب يعني. وفي هذه الحالة هي يجب أن أستخدم الفحم النشط، تشاركول بالفرنسية لو شاربو أكتيف. الفحم النشط هنا ليس من أجل امتصاص الشوائب تفاعل، في الكثير من الأحيان نستطيع استخدام الفحم النشط من أجل امتصاص الشوائب وتنقية الدواء حتى لا يعمل مشاكل يعني، ولكن في هذه حالة خاصة الفحم النشط، إذا الكربون سي، هو كاتاليزر يساعد على التفاعل. الأنزيم نوع من أنواع الكاتاليزر. ما هي نسبة الفحم النشط؟ ليس بالضرورة، فقط هنا يساعد على التفاعل، يسرع التفاعل، من الأفضل يعني تستعمله. ما هي النسبة؟ هي 5% إلى 10%، اختر أي نسبة من هذا المجال مغلق على الجهتين، 10% 7% إلى عفوا 10 5% إلى 10%، الأوبتيموم 7.5%. بالنسبة لمن؟ بالنسبة لوزن الديكستروز، يجب أن تحدد وزن الديكستروز ثم تقوم بالقاعدة الثلاثية
للفحم النشط، هذا إذا أردت أن تستعمله أو إذا وجدته يباع. المهم درجة حرارة التفاعل من 80 إلى 85 درجة مئوية، يجب ألا تفوق أكثر من ذلك، وإلا فإنه الجليكونيك أسيد والديكستروز هي مواد عضوية سوف تتفحم وينطلق CO2 ويفسد المنتج والمتفاعل. درجة عفوا مدة التفاعل من ساعتين إلى 4 ساعات، المينيموم لا يوجد أقل من ساعتين والماكسيموم 4 ساعات، الأوبتيموم هي المتوسط 3 ساعات. نبدأ نفتح هذه هكذا نفتح. أنا كنت قد صنعت الجليكونيك أسيد، هذا هو الجليكونيك أسيد، استعملت الحمام المائي باستخدام الماء الشاروب. الماء الشاروب كان فيه الكالسيوم وهذه المعادن ترسبت. المهم اللون الحقيقي هذا هو لون ذهبي، يعني ما بين الأصفر والذهبي هكذا. سوف نرى كيف نتحقق من أنه الجليكونيك أسيد. كيف نتحقق من أنه الجليكونيك أسيد؟ أولا من حسن حظنا اللون، هو لونه الأصلي هكذا، إذا يعني الحمد لله لم يكن يعني شفاف، لأنه الجلوكوز شفاف والهيدروجين بيروكسيد شفاف. المهم ليست هناك هذه الطريقة فقط، حساب البي اتش بما أنه جليكونيك أسيد يعني البي اتش سوف ينخفض 1-1.5 استخدام البي اتش، وفعلا أنا وجدت 1.3 وما زال يهبط. والطريقة التي نتأكد بها تماما أيضا، نسكب القليل ونضع ماذا؟ شوية من الصوديوم بيكربونات أو الصوديوم كربونات فينطلق الفقاعات، أي أنه ماذا؟ تفاعل الحمض مع القاعدة، أي أنه سوف نرى هذه الطريقة في الفيديو القادم، سوف نصنع الصوديوم مباشرة، سوف نصنع الصوديوم ماذا؟ الذي تكلمنا عنه، الصوديوم جليكونيت مصدر الطاقة في نستعمله عند تسمم الحمل عند النعاج والمشترات بصفة عامة. ماذا سوف ينتج؟ إذا C6 عدي الديكستروز من أجل الاختصار زائد الصوديوم بيكربونيت أو الصوديوم كربونيت، المهم شيء فيه الكربونات حتى ينطلق CO2، نراها على شكل فقاعات من أجل يعني عملية كشف، يعني رياكتيف الكشف فقط، اختبار هل هذا جليكونيك أسيد أم لا. فماذا ينطلق؟ CO2 زائد الماء زائد الصوديوم جليكونيت هكذا، صوديوم جليكونيت جليكونيت هكذا، أي أنه بما أن ينطلق CO2 ينطلق على شكل فقاعات. سوف نجربها الآن، نجربها أمامكم، لاحظ هذه الصوديوم بيكربونيت، قرصة ملح مثل قرصة الملح، يعني نصف غرام فقط نجرب. كنت جربتها لم تنطلق لأنه أصلا تحولت إلى الصوديوم بيكربونات، يجب أن أجدد العينة، سوف أجددها الآن، سوف أسكب عينة جديدة حتى لاحظ كان لونه أغمق، هذا لون الصوديوم هذا الصوديوم جليكونيت، سوف نصنعه في الفيديو القادم، هو الحصة الموالية. إذا نأخذ قرصة، إذا هذه عينة فريش جديدة، هذه هي، ربما سيخرج. إذا هذا CO2 الآن يتحول الجليكونيك أسيد إلى الصوديوم جليكونيت، تقريبا انتهى التفاعل. لماذا لم يخرج الغاز كثيرا؟ لأنه التركيز قليل، كل هذا اللتر لأنه التركيز ضعيف جدا، كل هذا اللتر فيها 27.22 غرام فقط جليكونيك أسيد، لأنه انطلقت من تراكيز جد منخفضة للديكستروز 5% والهيدروجين بيروكسيد 3%. إذا سوف أفتح هذه وأسكبها هنا. الآن فتحتها هكذا، إذا الآن أحملها، أضع هذا القمع هنا وبحذر أسكبها الداخل. الآن سكبت هذا النصف لتر من الجلوكوز 5%، الآن باستخدام هذه الكأس المدرج نأخذ ماذا؟ تركيز 160 ملل من الهيدروجين بيروكسيد 3% ونسكب هنا. هذه 40 ملل الأولى، هذه 40 ملل الثانية. ملاحظة، عند استخدامك للديكستروز بودرة مسحوق مع الهيدروجين بيروكسيد التجاري 50% 30%، الهيدروجين بيروكسيد يجب أن تضيفه بالتدريج هكذا، بالتدريج أو على شكل قطرات، ولكن ولأني أستخدم أحجام ذو تراكيز منخفضة، أي أنه
مقادير أوزان منخفضة، معليش يعني أضيف يعني دفعة واحدة، هذه 40 مليلتر الثانية، يعني المجموع 80 مليلتر. إذا أضفت يعني 160 كاملة الآن، 40 و40 و40 و40، إذا عندي طبعا لا يظهر أي شيء، لا يظهر أي شيء، لا حرارة ولا تغير اللون. الآن نضعها في الحمام المائي، هكذا نضعها في الحمام المائي، نجهز الحمام المائي. عندنا هذا الحمام المائي، عندنا هذه قارورة الغاز، عندنا هذا القدر، نملأه يعني ثلاث الأربع، من أجل أنه عندما نضع القارورة هكذا لا ينسكب معنا، لا ينسكب معنا هكذا. طبعا على نار يعني هادئة أو فوق الهادئة بشوي. ملاحظة اثنين ملاحظتين، ها يعني حذاري حذاري لأن الماء سوف يتبخر، يعني المستوى سوف ينقص. حذاري حذاري، تضيف الماء البارد، يجب أن ترجع تضيف الماء إلى المستوى الذي كان عليه. حذاري أن تضيف الماء البارد مباشرة فوق هذه القارورة، يجب عليك سحب هذه القارورة هكذا، رد بالك يعني ساخنة هكذا، ستكون ساخنة يعني، ضعها على الأرض، ضيف الماء الذي لديك هكذا، ثم اغمسها هنا. إن لم تفعل هذا ماذا سيحدث؟ سوف تتشقق في أبسط الحالات، في أسوأ الحالات سوف تنفجر هكذا، سوف تنفجر. لماذا؟ لأنه الثيرمال شوك أو الثيرميك شوك، الصدمة الحرارية. القارورة كانت ساخنة لأنه هذا الحمام المائي، وأنت أضفت الماء البارد فوق الجسم هذا هكذا، فوق الجسم هذا. تستطيع استعمال طريقة أخرى، القمع، القمع أغمسه هنا، أغمسه على الطرف هنا، وأغمس في المهم الماء البارد لا يلمس هذا، لا يلمسها، وإلا سوف تنفجر معك هكذا. على الأقل الحالة السيئة سوف تتشقق، والحالة الأسوأ سوف تنفجر هكذا. إن نتركها، لاحظ هو اللون شفاف تماما، لاحظ. بعد سوف نقوم بساعتين على الأقل، ساعتين إلى ثلاث ساعات، فسوف تلاحظ أن اللون يبدأ أصفر أصفر أصفر، ثم برتقالي مثلها، ما بين الأصفر والبرتقالي، يدل على أنه اللون البرتقالي يدل على أنه التفاعل انتهى، ما كذا؟ إذن المهم، إحنا صنعنا هذه العينة من قبل، الآن انتهى فيديو تصنيع الجليكونيك أسيد، هذا هو الجليكونيك أسيد. في الحصة الموالية سوف نصنع ماذا؟ الصوديوم جليكونيت، هذا فيما يخص المادة الأولية جليكونيك أسيد، هكذا. نستخدمها كمادة أولية لإنتاج الأدوية عند الأغنام والمشترات بصفة عامة، الحيوانات بصفة عامة، بالزيادة والنقصان يعني من أجل النباتات، يعني خاصة بالمهندسين الزراعيين.